بصور نغادر بعد نص ساعة. لا هاي بعد ساعة. ايه؟ يلا يلا ريد نروح جاي هسه. شيء ما تيلا يتدور. حاليا احنا نقف على تلة نمرود اللي تمتد حضارتها حوالي 3000 سنة. هذه الحضارة المتمثلة ببوابة نمرود وقصر نمرود اللي يميننا، وأمام الآن زقورة نمرود اللي دمرها داعش، كان ارتفاعها بحدود 70 متر، وقصر نمرود كان يحتوي على 200 لوحة أثرية دمرت أيضا بالكامل، وأربع ثيران مجنحة أيضا هم دمرت والركام موجود. تكلفنا بمهمة تحرير آثار النمرود والحمد لله نجحت المهمة. كانت الخطة معدة بشكل جيد، اللي هي المحافظة على الآثار الموجودة أقصى ما يمكن، وتنسيق كان عالي جيد يعني بين القطعات. تمكننا من تحرير الآثار بوقت قياسي، لكن هؤلاء الدواعش حقيقة دمروا كل الآثار اللي موجودة، ما بقى من عندها إلا قسم قليل. هؤلاء الدواعش ليس لديهم أي تاريخ، ليس لديهم أي دين، عملهم الوحيد اللي هو التدمير والتخريب في كل بلدان العالم وليس العراق. هر اوسطم النايم